خمسة سؤال ذكي صراحة، يعني أنا ما أعرف شلون المرأة هاي فكرت في السؤال، يعني ما شاء الله ذكية. كيف المرأة تعرف أن زوجها يحبها أو يحب أولادها أو يحبها لأجل أولادها؟ يعني هذه بعد والله معادلة لغز هاي صراحة، بس فعلا سؤال ذكي. هني في نقطة مهمة، أرجع مرة ثانية للفرق بين الرجل والمرأة في العواطف والحب، وهي أنا سكت بس قاعد أفكر شلون أجيب المعلومة. يعني أنا أقول لكم الآن، المرأة لما تحب يعني تحب شخصي، يعني نظرتها في الحب فردية. المرأة صعب تنظر نظرة جماعية في الحب. أعطيكم مثال، يعني المرأة صعب تحب 3 رجال أو 4 رجال بنفس الوقت، صعب، ما تستطيع. أنا صار لي 30، أكثر من 30 سنة أحل مشاكل أسرية، ما عرضت علي امرأة تحب أكثر من رجل إلا حالة واحدة فريدة مرت علي، بس حالة واحدة في 30 سنة اللي طافت كلها. فالمرأة من الصعب جدا إنها تحب 4 رجال بنفس الوقت أو 3 رجال بنفس الوقت. يعني الحب بالجملة، هذا الحب بالكيلو وبالجملة صعب في عالم النساء. في عالم الرجال ممكن. ولذلك لما تيجي تقولي لي كيف أفرق إن زوجي يحبني ولا يحب أولادي ولا يحبني لأجل أولادي، عند عالم الرجال زوجك يحبكم كلكم، لأنه هو يقدر يحب بالجملة، فهو يحبك ويحب أولادك، وسواء عينه تشوفك أم عياله أو عينه تشوفك حبيبة ممكن، لكن حسب المواصفات. شنو حسب المواصفات؟ يعني الأصل في الرجل لزوجته اللي عندها عيال أنه ينظر إليها أنها أم أولاده، هذا رقم واحد، هذا منصب رقم واحد. منصب رقم اثنين، إذا أم الأولاد هذه محافظة على شكلها كما يحب زوجها وتتعامل معه عاطفيا كما يحب الزوج، إذا صار عندها منصب ثاني، صارت حبيبة. إذا في فرق، ها؟ في فرق. ففي بعض الرجال يشوف زوجته أنها أم عياله، وفي بعض الرجال يشوف زوجته أم عياله وحبيبته، فعلى حسب. نرجع مرة ثانية، إذا الرجل يستطيع أن ينظر للأسرة كلها، الأم اللي هي زوجته والعيال كلهم يحبهم، وبالتالي وين إشكالية المرأة؟ أنا أقول لكم وين. الأخت اللي تسأل هالسؤال قاعدة تشوف أن زوجها لما يدخل البيت قاعد يعطي من وقته حق أولاده أكثر مما يعطي من وقته حق أمهم، فيصير عندها في تفسيرها معناته هو يحب عيالي أكثر مني. لا، مو بالضرورة طبعا، ممكن وممكن لا، وارد نعم وارد لا، فأنت لا تربطين هذا بهذا. وارد إنه هو يحب عيالك أكثر منك، هذا وارد، ووارد إنه يحبك أنت أكثر من عيالك، ووارد إنه هو يحبكم كلكم. ولذلك أنت كيف أعرف إن زوجي يحبني؟ أنا أقول لك، أجاوبك على هالسؤال، 1 من معاملته لك، 2 إيده مفتوحة ولا لا، يعني لما تطلبين طلب والطلب هذا بقدرته يقدر يلبي الطلب، لكن لما يصير بقدرته وما يلبي هني في علامة استفهام شوي، خاصة أنه الطلب اللي أنت طالبته فعلا ضروري، ما هو من الطلبات خلينا نقول الترفيهية. 2 3 العلامة الثالثة أنه يعبر عن الحب. العلامة الرابعة أنه إذا مر في مشكلة ولا في أزمة يتكلم معك.
يعني هذه واحدة من علامات الحب عند الرجال. خمسة، أنه إذا صار لك أي موقف ولا أي شيء تشوفينه يقفز. يعني شنو يقفز؟ يعني مثلا أنت تسوقين سيارة وصارت لك مشكلة واتصلتي فيه، فتشوفينه قاعد يفكر بسرعة كيف يحل هالمشكلة. لما يفكر بسرعة كيف يحل هالمشكلة، هاي من علامات الحب. سواء يعني راح لك عشان يعالج السيارة، أو أرسل أحد، أو اتصل بأحد، المهم أنه هو سعى لحل المشكلة بغض النظر. لو أنت أصبتي بمرض مثلا وقاعد يتحرك أو يفكر شلون يساعدك في حل المرض وعلاج المرض، هذا معناته هو يحبك. طبعا في منطق المرأة يمكن تقول لا يعني عادي، أنا قاعد أسولف معه وقلت له أني أنا مريضة، فهو قاعد يقترح لي دكاترة. أنا بعض الزوجات يقولوا لي هالكلام، يقولون لكن هو ما أخذني من إيدي وداني الدكتور. فإذا معناته أنت قاعد تطلبين حب من مقاس معين، وهذا مو صحيح. هو كونه وقف هذا الموقف معناته هو يحب. هذا إذا أنت، وإذا أولادك يعطيهم وقت يلعب وياهم، يسعى ويشقى في الحياة حتى يجمع مبالغ يحافظ على مستقبلهم، يأمن لهم مستقبلهم. إذا صار واحد منهم في مريض ولا مشكلة، يسعى لعلاج مشكلته. وأحيانا أقول لك شيء حق الأخت السائلة، في بعض الرجال من كثر ما هو يثق في زوجته ثقة قوية أنها تحسن التعامل مع الأولاد، انفوضها 24 ساعة. فلما يصير واحد من الأولاد في مشكلة، تشوفين الزوج ما يتحرك. طبعا أنت شو تقولين؟ أنت تقولين ما يحبنا، مهملنا. لا 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 لا، هو ما تحرك لثقته فيك. واحد. اثنين، من بداية الزواج لما كان يصير حق واحد من الأولاد مشكلة، ربما هو بادر مرة مرتين بس أنت أغلقت الباب ولا عطيتي فرصة، وأنت أخذت الولد أو البنت وأنت اللي عالجت المشكلة. فهو هني فهم، خلاص فهم أن أنت ما تحبين أنه يتدخل لحل مشاكل الأطفال، فهمها. فصاروا الأولاد حتى لما كبروا، صار عمرهم 10 و11 وصارت مشاكلهم أكبر، وصرت تبين يتدخل في حل المشاكل، ما قاعد يتدخل. ليش؟ لأنه أنت ربيتي وأنت علمتي الزوج من بداية الزواج، أول 3-4 سنوات في الزواج، أنه إذا في مشكلة في الطفل خلني أنا أعالج المشكلة. هذه كلها قضايا لابد أن ندركها صح ونفهمها صح. فحين جاوبت على كيف نعرف أن الزوج يحبك، واحد. اثنين، الشق الثاني من السؤال، كيف نعرف أنه يحب أولادك؟ طيب الشق الثالث من السؤال، كيف أعرف أنه يحبني لأجل الأولاد؟ لا، هو ماكو شيء أنه يحبك لأجل الأولاد، هذه ما عندنا إياها إحنا. هو يا يحبك يا يحب الأولاد يا يحبكم كلكم مع بعض. ما في شيء اسمه يحبني من أجل الأولاد، ما ترى في عالم الرجال هذه مو موجودة، أبدا مو موجودة. يا يحبك يا يحب أولادك يا يحبكم كلكم مع بعض، لأن الرجل ما عنده وسطاء، ها؟ ما عنده يحبك علشان أولاد، ما الرجل ما يفكر بهالطريقة. المرأة تفكر بهالطريقة، الرجل ما عنده هذه. الرجل واضح، والرجل ترى على فكرة الرجل ما في أسهل منه ولا في أوضح منه، واللي على قلبه على قولتهم على لسانه، إلا إذا بيلعب، وحتى لما يلعب ينكشف. أبد، أنا مرت علي قضايا شيء يعني غير طبيعي. أنا مرة زوجة تقول لي زوجي أكيد عنده وحدة يروح معاها ويتصل فيها وكذا، وأنا بمسك تلفونه وبتجسس عليه. قلت لها لا يكون، أنت جسستي على تلفونه أو جواله، ارتكبتي إثم التجسس. الله عز وجل يقول ولا تجسسوا، كأنش تقولين حق رب العالمين يا رب أنا ما راح أسمعك ولا أطيعك، تدخلين حرب مع الله؟ لا يكون. واحد. اثنين، التجسس معناته أنت راح توصلين حق شيء خفي، وإذا بتوصلين حق شيء خفي معناته هو قاعد يسوي هذا الرجل شيء غلط بينه وبين ربه،
وانت تبي تكشفين ستر الله عليه. ومن كشف ستر مسلم الله شلون يعاقبه؟ الله يكشف ستره. كانت تقول لي خلاص 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 بس تبت الى الله بطلت. قلت له سمعي، اذا الله شايفك انك صادقه وما راح تتجسسين على جواله او تلفونه ولا تفتحينه ولا تشوفين، صدقيني وخذيها مني. كذي قلت لها انا، قلت لها بالمكتب هالكلام، خذيها مني، واذا تبين اوقع لك على ورقه وشهاده رب العالمين راح يعطيك المعلومه اللي تبينها الى فمك، يوكلك اياها لقمه ومن غير ما تطلبينها. قالت معقوله؟ قلت لها معقول. بيني وبينك الوقت راحت 4 أشهر أو 5 أشهر وجاتني ذاك اليوم ودخلت المكتب، كانت حطيتها على راسها شي. قالت دكتور مو معقول مو معقول. قلت لها خير؟ أنا أصلا نسيت موضوعها والله. كانت تقول لي صدق أنا جيتك من 4 أو 5 أشهر وكنت مسوية خطة بتجسس على جوال زوجي عشان بعرف عنده علاقة مع واحدة ولا لا، وانت قلت لي كذا كذا كذا. قلت له طيب وبعدين؟ قالت خلاص انا غمضت عيني وفوت امري لله وقلت يا الله اذا في شيء انت كشفه لي. تقول ذاك اليوم من 4 أيام ماخذ الثوب دشداشة زوجي اساس بغسلها. تقول انا عادة لما اخذ الثوب انفضه زي، فتقول اخذت الدشداشة ونفضتها ولا في بالجيب اللي فوق هذا في اوراق، فالاوراق طاحت. تقول فقمت القط الاوراق ولا في بوردنج يعني كرت مال طياره ولا كرتين. تقول استغربت، هو الاسبوع الماضي صح سافر 4 أيام بس بروحه ما قال لي مع احد. تقول فشفت الكرت الثاني ولا اسم واحده امراه. قلت اوف، معناته هو حاجز لها تذكرة وطايرة معاه ورايحة معاه. هذه بعدين سوت شغلة بس ما أبي أقولها، المهم وتثبتت فعلا أنه هالرجل عنده علاقة مع هالمرأة. فيايا تقول شفت شلون ربي عطاني إياها هدية لي عندي. قلت لها شفتي؟ لأنه الله عارف صدقك وخلص. قالت لي طيب الحين شو الحل؟ قلت لها عموما هاي موضوع ثاني، بس أنا الحين ليش جبت هالقصة؟ بس حتى أقول لكم أنه مرة ثانية العاطفة والحب عند المرأة طريقة التعبير طريقة التعاطي مختلفة عن الرجل، ولذلك كثير من النساء يقولون أنه أزواجهم ما يحبوننا بينما الزوج يحب. وأنا عندي في المكتب الزوج والزوجة اليوم 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 الصبح عندي ريال ومرته تقول لي والله ما يحبني، هو يقول لي والله العظيم أحبها بس كل واحد قاعد يتكلم عن الحب بزاويته وبطريقته. هي المرأة تبي الريال يحبها على طريقتها، بس هو قاعد يعبر عن حبه بطريقته، ولذلك ما هم قادرين يتفاهمون ما هم قادرين يتفاهمون.